منافسة قوية جدا. مهندس مروان والأستاذ رضا، الأستاذ رضا والمهندس مروان. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 42 في 6 زائد 180 على 2 يساوي كام؟ 42 في 6 إجابتك 342. 342 صح؟ 342. عندك إجابة تانية؟ 242. لا، هي 342 فعلا. إجابة صحيحة. هات بقى يا باشمهندس مروان، وبرافو عليك يا أستاذ رضا. خطفت العشر نقط، النتيجة 50 عيلة الأباني، 60 عيلة السباعي.